السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنوات. اليوم راح نقدم فيديو عبارة عن لقاء مع مطربة المقام السيدة فريدة محمد علي والملحن محمد حسين قمر. اللقاء أجري في دولة الكويت ضمن برنامج اسمه ألوان من الغناء العراقي، والذي عرض على تلفزيون الكويت نهاية الثمانينات. راح نتعرف عن قرب على الفنانة فريدة محمد علي لما كانت طالبة في معهد الدراسات الموسيقية، وليش اختارت فن المقام بأن يكون لونها الخاص بالغناء. وأيضا راح نعرف رأي الفنان محمد حسين قمر بصوت الفنانة فريدة، اللي قال أنه يمتلك مساحة صوتية بحدود الأوكتافين الموسيقية. راح نشوف وصلات غنائية للفنانة فريدة وهي تؤدي بعض الأغاني بمصاحبة عازف العود والملحن محمد حسين قمر، وأخيرا راح نشوف الفنانة فريدة تعزف على العود وتغني في وصلة غنائية مميزة. راح أترككم مع هذا اللقاء القصير وأتمنى لكم مشاهدة طيبة. تحياتي. اي
علي. ما زلنا عزيزي المشاهد احنا معاك ومع سهرتنا المنوعات الوان من الغناء العراقي، ويسعدنا ان احنا ان نستضيف في هذا اللقاء الفنانة فريدة محمد علي والملحن محمد حسين قمر. اهلا وسهلا فيكم معنا. عزيزي المشاهد، في البداية نتعرف على هذا الصوت الذي لا يعرف الحدود، الصوت الذي كله مدى. نتعرف على الفنانة فريدة محمد علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتصور هذا اول لقاء قريب بينك وبين سادة المشاهدين. طبعا اني هذه اول زيارة الي للقطر الكويتي الشقيق، واني استمتعت جدا بتشجيع الجمهور الكويتي. نحب ايضا قبل لا نتعرف على اللون اللي قدمتيه في بداية اللقاء، الناس يمكن عن قرب يحبون تعرفون عليك على دراستك. أنا طبعا طالبة في معهد الدراسات الموسيقية، وأعزف على آلة العود، والمقام هو من ضمن اختصاص بالمعهد، يعني كدرس أدرسه بالمعهد. وبالنسبة للون اللي غنيته الآن، لون الشعر والعبودية، هو من مقام البيات، ويغنى في بدايته بالشعر الفصيح، وبعدين تتخلل أبيات من العبودية. وطبعا غنوا هواية مطربين معروفين جدا، منهم الفنان الراحل يوسف عمر، وكذلك الفنان ناظم الغزالي. أيضا لنا عودة نكمل أسئلتنا، بس في سؤال للملحن محمد حسين قمر. نسأل، ما هي أبرز أنواع المقام اللي يستطيع أن يؤديها الصوت النسائي؟ بما أنه الأصوات النسائية تكون محدودة في مساحتها، وبما أنه المقام العراقي يتطلب إلى أصوات ذو مساحات واسعة تمتد إلى درجات بالقرار وإلى درجات عليا بالجوابات، فمن الصعب على المرأة أن تؤدي جميع المقامات العراقية اللي تتطلب المميزات اللي حكينا عنها، والمقامات اللي المرأة تتمكن أنه تؤديه هي مقامات البسيطة مثل مقام البهرزاوي أو مقام الحكيمي أو مقام الصبا، تقدر أنه تؤدي، لأنه مقامات ما تتطلب مساحات صوتية اللي قلنا عنها. أما بالنسبة لصوت فريدة، فقدرت انه تؤدي المقامات كثيرة، حوالي 14 مقام او 16 مقام. ليش؟ لانه فريدة تمتلك مساحة صوتية تقريبا يمتد الى اوكتافين باللغة الموسيقية، حيث ان قرارها يوصل الى درجة الفا قرارا، وجوابها يوصل الى درجة الميزمون. فلذلك انه فريدة نشوفها ادت كثير من المقامات اللي قالوا انه صعب انه يؤدي الصوت النسائي. ايضا هل يستطيع مطرب المقام انه يؤدي الاغنيه الحديثه مع الاستفاده من فن المقام؟ بالطبع يمكن ان يؤدي، لانه قلت لك انه المقام العراقي هو لون صعب جدا، فبامكان مطرب المقام انه يؤدي الاغنيه الحديثه. ولكن طبعا الأغنية الحديثة إلى أسلوبها الخاص، والمقام إلى أسلوبها الخاص. وبالنسبة أني الصوت فريدة وضعت مجموعة ألحان يعني بس مأخوذ من جو المقام العراقي، ولكن بأسلوب معاصر، يعني أكو ربط بين التراث والمعاصرة في الألحان اللي وضعتها لصوت فريدة. نعم. إيش رأيك ما أدري نسمع شيء يرتبط بهذا السؤال؟ إيش تحبين نسمع؟ طبعا هذه أغنية حزت عليها أفضل أداء في استفتاء عام 86، اسمها علي شدغيب، كلمات الشاعر محمد المحاولي وألحان الفنان محمد حسين قمر. أحسمعك مقطع منها. طبعا مأخوذ من قالب من جو المقام اللي يسمى عندنا مقام الهمايون، فاسر راح نسميه. مو عجيب العين من ينشف دمعها، مو عجيبة مو عجيب الروح
طبعه مو عجيبة. بس عجيب اللي يحب ينسى حبيب صعب اللي هو فن المقام. اتصور يعني مو كل واحدة قادرة انها تقدم. بصراحة انا هسه المقام هو اعتبره كمسؤولية بالنسبة لي، مسؤولية كبيرة، لانه المقام فد لون متميز عن باقي الالوان، واني طبعا اتمنى انه اكون عند حسن ظن الجمهور الكويتي والعراقي وباقي بلدان الوطن العربي وكذلك أرجاء العالم، وأتمنى أن أكون سفيرة للأغنية العراقية. بس طبعا أنا بصراحة اختاريت هذا اللون لأنه مثل ما قلت لون متميز، بعدين هذا التراث الأصيل للغناء العراقي. يمكن لأن تحسيت أن الصوت عندك موجود اللي وافق هذا. طبعا إيه، بشهادة الأساتذة بعد أن غنيت مقام الأورف عام 85 مهرجان يوم الفن، بعد أن نلت استحسان الجمهور وتشجيع المسؤولين، هو هذا الدعم كبير خلاني أستمر. من متى بديت؟ يمكن هذا السؤال تقليدي، بس بالنسبة لك أتصور ما يصير تقليدي، يعني من زمان تقدمين فن المقام؟ لا طبعا مو من زمان، مثل ما قلت لك هو يعني لأنه جيت كطالبة بالمعهد، ومن خلال المهرجان هذا قدمت، لأنه أنا كطالبة وأدرس المقام فحبيت أنه أخوض هذه المرحلة وأشوف مدى نجاحي، والحمد لله والشكر تقريبا ماشية. إذن حنسمع أن نسمع المزيد من اللي تحبين تسمعين. راح أسمع مقطع من مقام الحكيمي، وهذا المقام يغنى بالشعر الزهيري، شعر الموالي البغدادي، ودائما يكون هذا المقام طبعا هو فرع من مقام السياقاء الرئيسي، لكن هذا حكيمي يغني بمصاحبة إيقاع نسميه إيقاع اليقرب. ممكن بالسلام اليقرب 12 على 4 لا أقصد شنو معناها، يعني هو تسمية يطلق على هذا الإيقاع، إيقاع اليقرب. يا لاني
عندي الصبر عندي الصبر تهوين، خايف يجي يوم أنا خايف يجي سمعنا أيضا أنك تجيدين العزف على العود، فنحب نسمع منك شيء وتعزفين على العود في نفس الوقت، ما إيش رأيك؟ أنا طبعا بصراحة بعدني مبتدئة كطالبة، بس أحاول أعود نفسي أنه أغني وأدندن بالعود دائما. رح أسمع مقطع صغير من مقام الشرق راست. فريدة محمد علي، الملحن محمد حسين قمر، سعداء بوجودكم معنا في الكويت وفي تلفزيون الكويت، وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا.